السلام عليكم، محمد بن حمزة، رئيس جمعية المركزي ومدرب لعدنان بوشوف. يعني على حسب المعرفة ديالي بالتلميذ عدنان بوشوف، دري خجول، ماشي حركي بزاف، مؤدب، الطريقة ديالو في المعاملة مع الأصدقاء ديالو ماشي عدواني، إنسان متسامح. يعني التصرف ديالو مزيان مع الأصدقاء ديالو، ما كانش شي تصرفات اللي هما ديال الوليدات مشاغبين، محدود، ما كيعمرش مع الوليدات بزاف هنايا، اللي يعني كيسالي كيجيو موراه كيمشي في حاله او كي يعني هو قريب للجمعيه. هذا واحد الحزن، يعني فقدان عدنان، واحد الحزن كبير يخيم على الوليدات، وما كان انسان اكيد يحبوه جميع التلاميذ، لانه ما كانش باسل يعني شي واحد اللي مشاغب، ولا كان مسالم في الرياضه ديالو، اني كان ما كنضغطش عليه، كنحاول انه نقود ديك الطفل الحنين، ما كيبغيش يضرب قوي، ما كيبغيش، رغم انه عنده امكانيات، عنده بزاف ديال المؤهلات، ولكن ديك الاخلاق ديالو حنون، ما كنبغيش نضغط عليه. متعازيان الحارة، الشيء اللي وقع يعني مفاجأة، تفاجأت. أنا الولد كان يعني هدي دابا من شهر ثلاثة، ما من بداية الحجر الصحي ما تريض، وأنا كمدرب ديالو كان يعني عندي علاقه بالاب ديالو، كنمشي انا تما، كنمشي كان عنده المحل ديالو، يعني زبون. الواقعه وقعت في واحد اللحظه، كانت الاربعه قال خمسه دقائق، جاز من قدامي انا عدنان، هو واحد الانسان اللي غريب على حي النصر، وانا استعجبت، قلت انا كيفاش الدري ما عمري شو انا مع شي واحد براني، قلت يمكن السيد ماشي كي يعني كيتحاور، ماشي كي كيحرك يدو كيتحاور كانه كيهضر معاه، ما يمكنش مثلا غادي نقدر نقول له في ماشي وشكون هذاك. جاتني حاله انه يعني شوية الغرابة أنه ماشي معه إنسان ما كنعرفوش، وغريب على الحي، وكان يشي واحد في الحي ما ماشي مشكل. مر في الأربعة قال قسم واحد ساعة الله رب، جان عندي واحد الإنسان هنا من الحي كيشتغل في واحد الخزين المواد البنائية، مواد البناء، سولني واش مر من هنايا عدنان، راه الأب ديالو مقلق عليه، مشان الفرماسية تاخر وما رجعش. انا قلت له راه جاز من لهنايا في الاربعاء قال قسم مع واحد الانسان مجهول، انا ما كنعرفش ديك الانسان، وغريب على الحي، لابس قندوره وعمل مناظر في عينه، نظارات، ومهم طويل. ديك الانسان مشان عند الجد ديالو، يمكن تكلم معاه على هاد النقطة هذه، على أساس أنه جاز من هذا الشارع هذا، وراه شافوا باقي ما كاين حتى شي حاجة. قلت له جان عندي الجد ديالو من موراها بواحد ثلث ساعة، هضرت معاه نفس الكلام، قلت له ولد ابنك راه جاز من لهنا ورفقة واحد الإنسان اللي ما كنعرفوش، وغريب على الحي، لأن حي النصر معروف، يعني محسوب بنادم اللي ساكن فيه، وإذا كان شي واحد براني راه معروف. تفاجأ، قال لي احنا هذاك السيد ماشي من العائلة ديالنا وما كنعرفوش، وحنا سي الولد سردوا باه فورماسيا يجيب لوليبران. مشى، جات الأم ديالو من بعد واحد ثلث ساعة عاود،
الام ديالو ملي جات هضرت معاه بهذه الطريقه تصدمت، جا واحد الهستيريا واحد ملي قلت لها انسان غريب وهادي يعني صرخت واحد شي صرخات اللي كأم قالت بني مشى بني مشى بني ضاع بني ضاع. انا تم حسيت بان كاين شي حاجه مريبه واقعه، لان الام راه القلب ديالها في شي حاجه اللي عرف انه الابن ديالو راه وقع له شي حاجه. في 12 الليل ولا ما بين 11 ونص عيط لي واحد الشخص قال لي احنا جبرنا واحد الكاميرا هنايا فيها انه واحد وليدات كانوا حدا لاصال، واش هما هادو واش. قلت له حاول انك تشوف الكاميرا من الاربعه قال قسم من الاربعه وقسم، وعاود الكاميرا في نفس الساعه جبر السيد ماشي هو والدري. قلت له هو هذا هو الشخص وهذا هو عدنان. ديك الساعه بقاو تابعين الخطط هاد المرحله هادي. جازت 3 في الصباح عاود جيت على الصباح، جيت نفس الشارع جبرت الاب ديالو باقي عاود كيشوف الجمعيه اللي بغارتنا، الجمعيه اللي انفاس مع الجمعيه ديالنا، كيشوفوا عاود يبحثوا في الكاميرات اللي عندهم. هيدا استمرت الامور، وكان شويه التقصير على اساس انه ما كانش واحد البحث يعني في المحيط ديال فين تشاف النوبه الاولى. وانا بقى فيا الحال على اساس جاز من امامي يعني ما كاملاش 2 مترو، وديك الانسان ما كنتش كنتوقع انه ديك الانسان اللي ماشي معاه هو اللي يكون قاتله. ومع الاسف حسبي الله ونعم الوكيل. وكنشكر جميع الاساتذه على الصعيد الوطني اللي عيطوا لي وعزوني في عدنان، لان انا كنحسبو بحال الابن ديالي، هو التلامذ ديالنا كاملين كنحسبهم انا بحال الاولاد ديالي. وكنشكر الجامعه الملكيه المغربيه اللي عملت تعزيه رسميه، وكنشكر جميع الاباء ديال الوليدات اللي معايا كاملين عزاونا، هو عزاؤنا واحد، وهذا كيكون ابن اي كان. ونتمنى العداله تاخذ المجرى ديالها في هذا الانسان. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.